السلام عليكم العائلة زينة تاعنا. اليوم راهي عندنا واحد لي شيفوني شابين تبارك الله، شوفوا التصميم تاعها اللي راهو جاي سوا في السي تيروار ولا عندنا في الكاتيروار اللي راكم تشوفوهم. فوالا عندها واحد التصميم شباب شباب، راهو مختلف بزاف بزاف على لي شيفوني اللي تعودتوا عليهم. فوالا هادو لي شيفوني اللي راكم تشوفوهم، راهم مخدومين كاع بالبوا اتر اللي هو خشب الزان، ويبان لكم هنايا في التخطيط تاعها اللي راهو جاي في لي تيروار كاع كيما راكم تشوفوا. ثانية من برا تشوفوا بلي عندهم واحد الفتحه هنايا ما بين الدرج والدرج باش تفتحوا هذاك لو تيروار، فوالا اللي راهو تيليسكوبيك. الداخل راهو مساحه شاسعه الداخل شابه، وتحطوا فيها بارك الله حاجه شابه فوالا. وما نزيدو نشوفوا التصميم تاعها من برا اللي راهو جايب هذيك لا فينيسيون الباهيه هذيك بلا كولر مارون فونسي وبلو نوار على الروتوشات. ومام فليبي تاعها ثاني راهو كيف كيف بالتصميم الشباب ثاني لتحت. فوالا هذه ثاني راهي تجي بالقاعده زجاجيه من فوق فوالا كيما راكم تشوفوها. ومام في الكاتيروار ثاني راهي بقاعده زجاجيه ثاني فوالا. لا كاتيروار ثاني تبان لكم حاجه صغيره، كاين الناس يحبوا ما يحبوش بزاف بزاف مساحه كبيره، ما يحبوش يحطوا بزاف دوزان، يسحقوا غير حاجه خفيفه. هاي ديك تاع كاتيروار وكيف كيف راهم كاع برايه تيليسكوبيك كيما راكم تشوفوا، والتصميم تاعها كيف كيف يقعد كيما تاع سيتيروار فوالا كيما راكم تشوفوا حاجه شابه تبارك الله. بالنسبه لي ديمونسيون راهم فيهم العرض تاعهم متر، بصح في الارتفاع راهم يتبدلوا. باغ اكزومبل هذه تاع السيتيروار راهي فيها متر 40 سنتيمتر، وفي تاع الكاتيروار راهي فيها حوالي 80 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا الارتفاع. اما العمق تاعها يعني لو بروفون راح يكون 45 سنتيمتر للداخل، وراهي حاجه سوليد ثقيله وصلبه كيما راكم تشوفوا. نذكركم بلي راهم مخدومين كاع بالخشب الزان، والسعر تاعهم راح يكون في السيتيروار راح تكون 3 ملايين و400، اما في الكاتيروار راح تكون 3 ملايين و100 بالنقل والتوصيل لجميع الولايات مما كنتو في الجزائر. الى حبيتوا اكثر زيدوا تشوفوا عن قرب هذو الموديلات، ما عليكم غير تجوا لينا المقر تاعنا اللي راه متواجد بالقليعه ولايه بازا مقابل المدرسه الوطنيه للضرائب. والى حبيتوا نرسل لكم هذو الموديلات نجيبو لكم للدار، ما عليكم غير تصلوا بينا على رقم الهاتف اللي تلقاوه في صندوق الوصف.